مساء الخير عليكم المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا، واحنا في ظلال الأصيل وهذا المساء الجميل من خلال فقراتنا. وفي هذه المرة هننتقل لواحدة من الآلات الموسيقية الجميلة، آلة الربابة. هي واحدة من الآلات اللي دائما الأشعار والغناء لهذه الربابة مرتبط بالشجن، وهي دائما أنا قاعد أقول عليها آلة يعني مليانة دفء وحنين، آلة حنينة جدا جدا. وفي هذه الحلقة مشاهدينا تحديدا حنشوف الربابة أو نمة ربابة من خلال حلقة اليوم. سعيدة جدا أنه يكون معي أحد المطربين الموجودين في استوديو ظلال الأصيل، تاج بخيت. أنا بحييك وبقول لك أهلا بك، وجودك معانا شرفتنا على فكرة. يعني جايين من واحدة من الأماكن الجميلة جدا في السودان، ولاية القضارف. أنا بحييك وبحيي كل أهلنا في القضارف. مرحبا بكم أسرة ظلال الأصيل، وكذلك على القناة العملاقة هي قناة الشروق. ونحن سعيدين اليوم أن نكون معكم وبينكم، وتحياتنا لكم ولكل مشاهدي قناة الشروق في الداخل والخارج. نعم، أنا عرفتك باسمك التاج، ويعني عندك لقب ود 20. ود 20 دي من وين وليه 20 تحديدا؟ والله أنا اسمي تاج بخيت محمد، طبعا من البطانة ولاية القضارف بالتحديد مدينة الفاو. واسم العشرين هو يعتبر كنية لجدنا عدلان ود 20 هاي. فاسم معي له مدلول، يعني اسم عيلة له مدلول، له قصة يمكن تكون طويلة. لكن هو اسم الشهرة ود 20، هو اسم كنية لجدنا يعني عدلان ود 20. يا سلام. أنا بحيي كل أسرتك وبحيي كل المشاهدين اللي بيتواصلوا معنا وبيستمعوا لنا، وحنبدأ بالربابة دي ونقدم لحن جميل جدا لكل المشاهدين اللي بيتابعونا من خلال ظلال الأصيل. طيب، يمكن إحنا أولا بنحيي الشاعر الإعلامي خالد وجاد السيد، وبنحيي كل أهلنا بالبطانة و الناس اللي في الداخل وفي الخارج، كل الناس اللي يتابعونا وبيسمعونا من خلال الميديا وغيره. فاحنا بنقدم اغنيه اخونا خالد وجاد السيد. يا سلام. طولت منتظرك تجي وطولت ما يعبك درب. Thank you.
شعليك السر الدفين، شعليك السر الدفين، ومعاني بك يا مهمنا. رغم اني ما صرحت بيك لا وحده به عارفين هواي مقدار وكم قطعات الوصولنا في محطات الوصول عديت قطارات بالقلوب سنوات منتظرك وقوف رغم انه قطرك ما وصل اللي كتبت الشوق Thank you.
شكرا لهذا الجمال ويعني هذه المساحة، ونحن نختزل بظلال الأصيل الوريف اللي هي دائما بتجمع الكلمة واللحن في مساحات جميلة. وبطانة القضارف يعني هي دائما بتعمل على إخراج الإبداع، وأنا شفت جمال كبير جدا من خلال هذه الآلة. وخلينا نتكلم عن بطانة القضارف وتأثيرها على أي فنان بحب النمة، بحب الربابة، بحب يقدم هذه اللونية الجميلة من الغناء. القضارف هي تعتبر ولاية وهي جزء من البطانة، يعني أتكلمنا عن البطانة يمكن إقليم كامل يسمى منطقة ما بين النهرين، ما بين نهر النيل ونهر عبرة من الجهة الشمالية وكذلك الشرقية، نقول الأدبرة بأدبرة من جهة حلفة وكذلك اتجاه عبرة. وتقع القضارف يمكن في الحدود الشرقية الجنوبية للبطانة. فالبطانة يمكن من المناطق المعروفة يعني بالزراعة وبالرعي، ويمكن محية يعني بالإبداع. نعم، وكذلك بها كثيرين من المبدعين المغنيين وغيرهم. اكتشفت نفسك وانت في البطانة؟ والله البطانة هي طبعا لو عندنا لا يمكن وتابعنا أسلافنا ومن سبقونا على هذا الأدب وهذا الإرث يمكن ظل متوارث من جيل إلى جيل. صحيح. فالدوبيت كان يمكن بدأ بالبطانة من حسان الحرك، فكان الدوبيت وتدرج عبر مدارس مختلفة. صحيح. في أدبنا الشعبي هو الدوبيت إلى أن وصل من هم موجودون الآن. وكذلك كانت الربابة يعني موجودة، وكان زمان تعزف الربابة في شكل أندوب أي يوليك دقة ساي من غير ما كان يغنوا فيها معاه، يعني حتى يغنوا معاه يعني كان الناس ما بتريده وما ما بتسمعه. صحيح. فكانوا بنموا معاه، يعني الربابة بتكون ب النمة دي هي زي الموال كده مش؟ أيوة زي الموال، الواحد بيخد يده كده ويخش. أيوة الواحد بيكون برا مسك راكب عليه بعير ولا جمل وماشي فبيستانس بالغنى وبالنمة. يا سلام. أوكي، لأن الواحد ممكن يسمع إذاعة ولا تلفزيون ولا غيره. أها. هي مناطق يمكن. يا سلام على الجمال. أيوة بدوية. كان الواحد بيونس نفسه بالنمة هو مع الرعي ولا كان مع زراعة. والنمة دي دائما هي بتكون هي بداية ولا كل كان ماشي مشوار من منطقة لمنطقة بيونس نفسه بالغنى يعني. صحيح. فبعد ذاك يمكن زي ما تابعنا من خلال التحديث دخلت الربابة مع الغنى ودخل الأورغن ودخلت أشياء متعددة ودخلت الآلات الحديثة برضو. نعم. فظلت هذه الأشياء يعني موجودة. البطانة مشبعة يعني. خلينا طيب نمشي تاني البطانة ونغني شوية ونوصف الجمال الموجود في البطانة عبر الربابة. نغني أرضم هبج، هو الجزء الثالث لأخونا الشاعر الزين والضجيل، نحن بنحييه من هنا وبنحيي كل أهلنا في الصفية. يا سلام، تفضل. الصفية دي هي طبعا نقول عليها قلب البطانة وهي ملهمة الثقافات يعني. Thank you.
يا عشير عنك بشيلة المحن كان جات تقيلة تنافس خلو بيننا يبقى في فعل الفضيلة بعضنا في الفهم واحد مدارنا نعجبك في الفزعة هما ويعجبك للخير بدارنا السياسات فرقتنا إلا ما عرفت ودارنا السياسات فرقتنا إلا ما عرفت ودارنا والخلافات فينا حدها يوم تضيف المحنة دارنا Thank you.
الأرض كافيني خيرها، الأرض كافيني خيرها، مجتمع بلهم ننمي. ترخص الروح شان ترابا قمت زاحم ريد وذمي. ترخص الروح شان ترابا قمت زاحم ريد وذمي. كل بيت في سوحة بيتي كلها مزول فيها همي، كل بيت في سوحة بيتي كلها مزول فيها همي، وكل جنيات البواسل في الحساب أولاد عمي. الردم هواء متعالي علي قبيلة، يا عشير عنك بشيرة، المحن كان جات ثقيلة، تنافس خلوا بينا يبقى في فعل الفضيلة. بشكرك جدا مطربنا تاج اليوم على ضلال الأصيل، وأنا دائما بقول إنه الربابة دي هي آلة فيها محنة، آلة حنينة جدا، ودائما هي بتساهم في تطوير الأغنية الشعبية أو غنى الدوبيت أو يعني الأغنيات عموما اللي بيكتبوها شعراء البطانة أو غيرهم. أنا دايرة أتعرف أكثر على التعامل مع الشعراء في البطانة، وكيف بيتم الاختيار وكيف بيتم التلحين للأغنيات. الربابة لو تكلمنا وتحدثنا عن الربابة فهي يمكن تكون يعني آلة قديمة جدا جدا في البطانة، في بقية الولايات موجودة أيضا في بقية البوادي، وكانت تختلف المسميات من منطقة لمنطقة. أيوة هناك طنبور، طنبور يعني هو نفس الربابة. في الشمال بيقولوا هو الطنبور، وعندهم ليغع يسمى الدليب، صحيح. وكذلك يمكن في مصر بتقولها السمسمية في صعيد مصر، يعني هنا بقول لها الربابة. الربابة وكذلك في شمال وفي جنوب يعني تختلف، هي نفس الآلة لكن هي آلة شعبية قديمة يعني قديمة موجودة في البطانة. تحدثنا عن الأدب في البطانة، كان زمان يعني حتى ما كان يعني في مكتبة أو يعني ناس يحكوا الأدب ده يعني عبر مكاتب أو غيره، وإنما كان يحتكم عند الشعراء نفسهم، وكان يجاز الشعراء من خلال الشعراء. يعني كان الشاعر الأكثر خبرة يجيز بعدين. أيوة الأكثر خبرة كان بيجيز الشاعر، وكان هم يعني بيحتكم بهذا الكلام. يا سلام. وما في زول يمكن يقول له كنا من غير ما يستشير الناس الأكبر مني في هذا الأدب. يا سلام. فعشان ميزة البطانة يعني ما بيسمحوا لأي حاجة ساي تجي من برا يتداولوها، ولهم يتداولوها. فكان حتى المبتدئ في الأدب بيسمع النص وبيسمع النقد. يعني لو نظرنا ل والكتابة دائما مثلا بدت بالمربعات، يعني بدت بالمربعات. نعم يعني بدت بالمربعات، وحتى الدوبيت اللحظة دي في البادية يعني كان زمان في مفردة صعبة جدا جدا، زي بيقول شيخ أحمد مثلا ختم الباطلة وما ترن لجاهن درج، جاب له زيادة قطع الغردة تحت السرج، يادا النايب بعيدا ما بيعرفوا الهرج فوقك نادر أشرافا بيوسم العرج. يا سلام. قال حجمح فرط الكفوف والقج قطرا عانس كات بجماحة الحج، علي الخداض في الظلم الكبايس وج عوام لج ظافر زوع وهابر قج. قال هضرب أنسها الكيفني مومي مج فقدت تنياني والبصر المساهر لج، بعد يا قمري ما شقيت عميغ الفج وعض الهاف ضامر وردت في هالب الرجع. كانت مفردة مفردة صعبة جدا جدا في الدوبي. الآن يعني مفردة بدأت تستحدث إلى نصرة الآن شاعر الله البطانة المعروف وبيتابة الضوء، فيمكن حدث كثير من أغنى الدوبيت. أنا هسه حسيت إنك أنت برضو بتكتب شعر البطانة. والله بكتب. كتبت يعني شنو؟ بكتب، كتبنا في الدوبيت
كثير عندك حاجه مذكره لنا قصيده؟ كثير من المربوعات. طيب سمعنا قصيده. في الغزل وفي الفخور وفي الطبيعه وفي غيره، ولكن اهتميت بشنو انت؟ والله الكتابه اهتمينا، اي شاعر بيبدا بالغزل طبعا. صحيح، اي شاعر دائما بيبدا بالغزل، اكيد بعد ذاك بيطور الفكره، يعني احتمال يكون الوجدان ذاته المشاعر تبدا بالغزل. طبعا يلا بقول صبرت سنين معذب بحساسك مبلي عليك طاعي مشاعري، وانت ما بتتعب لي هديتك حنان ما شفت قبال قبلي، وانت هديتني ظلمك وبرضه شايف سبلي قلبي من هوايس الشوق بداد تخلع، زاد حسرور وبرقم فيه سحاب ويشلع، ريد الدين منافر بيصيبه ومدلع من فرقاه وبندق في مراري وبلع، روحي من غرام غيك خلت بي وطشت وقلبي صمامت من كتر المواجع حشت، سكنتني الهموم صوى ظلال وعرشت، لقيتك في ريحتها ولا غباين فشت، جود حرفي نمك والوصف نافس قلبه، ما سويت له حمله وسوقه قلت اجلبه، انا البستنة انا المستني حنك، وكل ثانيه بطول بتهدر دمي عمدا ساق ضحى وتقدلبه، عينك عين ظبا والنعاس فترها، خدك منه فاحر الورود وعطرها، روحي ساق طيفك والحنين خطرها، يبقى عزاها في النم المواقع وترها، يبقى عزاها في النم المواقع وترها، النم هو النم ما قلنا مصاحب للطنبور الوتر مصاحب للنم. صحيح، فهذا هو عزانا فيه. النم دائما بيكون في يعني اللحن بيكون اسهل لما يكون في نم، يعني الواحد لو داري يلحن بيكون في بيلقى يعني مساحه انه يلحن حاجه كده. نعم ده طبعا يعني كل زول له طريقه، لكن حتى الالحان يعني عندنا الفخر له طريقه يعني احساسه مختلف. عندنا مثلا الغزل احساسه مختلف، حتى الرساء هو يعتبر بكاء، فاحساسه يكون احساس بكاء. المكان بيكون مختلف، يعني انا لو دارك تبغى غزل رثاء فخر، الاختلاف داخل المشاعر ما هو على غير المكان، المكان ممكن يكون الأدب واحد. الأدب الأدب يمكن لو حدثنا عن الطبيعة يمكن عن طبيعة أو مناخ أو خضرة أو حاجة زي دي، فهذه يمكن على حسب الشيء قدامك أنت شايف. لكن بيئة البطانة دائما هي فيها الخضرة وفيها الجمال وفيها التفاصيل. نعم، هي من أجمل المناطق اللي بتملكك أدوات الكتابة، من أجمل البوادي في السودان. صحيح، لطبيعتها السمحة ولأعشابها المختلفة ولأجواها السمحة، يعني فيها أجواء يمكن لما تلاقي في أما تكون تعبان أنت ومرهق تقوم لك ساعتين بتكون مرتاح كأنك يا سلام كله. هوا طبيعي وجمال. أيوة هوا طبيعي وجو سميح. ذلك طيب يعني نشيل من الجمال توجد فيها ده. يعني الجبال وتوجد فيها السهول فكل ما حل عليها خريف تجالست أجمل الحلل. صحيح، يا سلام، وتزينت كالعروسة يعني. فكل زلمة الوطانة بيتمنى انه يحضر فصل الخريف كان فيها عشان يحضر تغيير المناخ وتغيير الجو، فجو يمكن من سخانه من حراره وسخانه وتراب يتغير فجاه الى خضره وجنه زاهيه وطبيعه جميله وامطار يعني لمسافه 3 4 اشهر، فحتى الراعي بيجد راحته والماشي بيجد راحته والمسافر بيجد راحته في هذه الاجواء الجميله، والناس بترتاح حتى من يعني بعض الناس كان زمان لا زالوا موجودين يمكن يشربوا من الحفاير يعني مويه المطره دي لما تنزل كون لها حفر الحفاير معروفه بتتملي، فبالتالي ما بتتملي الا الخريف الجاي، فبظلوا يحافظوا عليها لما بتكفي يعني بتكفي من خريف لخريف، لابد انه يحافظوا عليها تكفي اذا المطر موجود معناها بتكفي. فالناس غايته يمكن تكون عانت. انا طبعا تخيلت معك شكل، لكن رغم المعاناه دي رغم هذه المعاناه بظلوا متمسكين بها، ما هاجروها يعني ما راحوا ما رحلوا للمدن ولا مشوا يعني جنب اللي هو النيل والبحار، ولكن هم مش يعني صلوا مساكين بهذه الطبيعه وبهذه الاجواء لوجود يعني المحبه والتوافق بيناتهم والشيء اللي يرسل المهووس بيناتهم، وكان كل واحد كانه بعهد الثاني يقول له ما تخليني او ما تتركني، زي ما بقول عن عبد الشرقاوي في قصيده بيتكلم على الكلام ده، يعني هي بتعاتبه بعاتبه يقول له فاقده ناس فلان وفاقده فلان، يقول له اهلي قاعده ما تضيمي وتنزلي ما تحكي لي الماضي الزمان ومولي انزعت بحقادك ودرجيس نحل قاعد فكرة توت ظرفهم ما يجلي. فأهل البطانه بيريدوا شيء اهل مليئة. طيبين وكريمين الكرم ودائما يعني بمدونا بالجمال وبالعطاء الابداعي نسبه لجمال البيئه وجمال انسان المنطقه، والبطانه واحده من الاماكن الجميله جدا ومترعه بالطبيعه وبالجمال وبالخيال، ودائما احنا بنقول لما يكون في زول عنده مساحه ابداعيه
يحافظ عليها ويطورها من خلال الربابة، من خلال الآلات الموسيقية المختلفة. وإحنا اليوم في حضرة هذه الربابة الجميلة الشقية الحنينة مع التاج بخيت مطرب هذه الظلال الوريفة، بالتأكيد نحن نديك مساحة ترسل فيها رسالة لكل أهلك في البطانة، ونختم بواحدة من الأغنيات ونهديها لكل مشاهدي الظلال الأصيل. نحن الله مشكوكم يعني شكر يمكن يكون يعني قدر الكون ده كله زي ما قال بردي أكبر بكثير، لكن يعني نشكركم على أنكم تحتوا مساحات واسعة لفننا ولشعبنا وهو ناس البطانة وكل البوادي، ويت الفرصة أنها تشارك في الإعلام وغيره. يا سلام. ونشكر برضو أخونا يعني الموجود خلف الكواليس على آلة الأورجن، أخونا أنور عوض. نعم. وأخونا أخضر محمد عبد القادر العايد وأخونا أحمد عدنان اللمين. نشكرهم أنه كان حضور معنا. نشكر وجودك معنا وكل مشاهدينا اللي تواصلوا معنا من خلال هذه الحلقة الجميلة، وخير ختام واحدة من الأغنيات عبر هذه الآلة الربابة. شكرا للتيم العامل الموجود معنا من خلال ظلال الأصيل. بكرة فريق جديد وتيم جديد، كونوا معنا في هذه الظلال وفي أمان الله. أهديتك حنان ما شفت قبال قبلي، وانت هديتني ظلمة وبرضو شايف سبلي. يوات حرف نمات والوصف ما فسل وما سويت له حملة وسوق وقلت أجده أنا اللي ترجح إنك كل ثانية وطلب تحضير دمي عمدا ساك صدح تقدير تحضير دمي عمدا ساك ثاني زي ما نسيت هواك.
انت اخترت البعاد سجدني في وهل العذاب في المسمي بالريد والغرام ما بيفع اللوم والعتاب خاين العهود تدركني خاين العهود تبخل علي افصل